أنا الذي أراه وبتواضع من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي، لا يوجد أي مانع أو شيء يحول دون أن نفعل هذه الاتفاقية مع تركيا، وقد نتحول بها حتى إلى تنشئة عسكرية مشتركة مع دولة إسلامية كتركيا. والجميع يرى أنه في العالم المصالح المشتركة، وخاصة عندما تدار بعناية وبمحافظة على سيادة الوطن وبالتوازن المطلوب، فلا مشكلة عندما يكون هناك قوي وضعيف، ويكون الاستعانة بالقوي في تنشئة المؤسسة العسكرية وفي استحداث وتفعيل المعدات واستجلاب الطائرات واستجلاب الأسلحة، وربما الاستفادة كقاعدة الوطية من تفعيلها من خلال الخبرة التركية، وكما تدار الاتفاقيات لاستيراد الأسلحة والاستيراد المعدات والاستيراد المتطلبات، يمكن أيضا تقديم القاعدة تحت مظلة وتحت غطاء يرتئيها الليبيون، وخاصة أن الليبيون جميعا لاحظوا وللأسف الشديد تخلي ما يسمى المجتمع الدولي عن ليبيا، وأنهم ساووا بين الضحية وبين الجلاد. فيجب أن تكون رؤوسنا مرفوعة وهممنا عالية عندما نعقد اتفاقية مع تركيا تشمل كل ما يضمن حماية أمننا المحلي والإقليمي والقومي، ويدعم حدودنا. وهذا ربما أيضا نلمح من خلاله إلى أننا نناشد الدول المجاورة لنا مثل تونس والجزائر أن نناقش معهم أيضا كيفية حماية حدودنا. وعندما توجه بهذا النداء أيضا أعرج أنه كانت أمنية هذه أيضا كم تمنيت أن أوجهها لمصر،